التهاب البروستاتا، أو ممكن يتطور إلى تضخم البروستاتا بالذات بعد سن الـ40. هل في أغذية تساعد في التخلص من التهاب البروستاتا؟ كتير، على رأسهم بذر القرع. يعني وانت قاعد جيب لك شوية بذر قرع، بس ما يكونوش محمصين، يعني بذر قرع ني، وقزقز وانت قاعد، اتسلى يا سيدي. مش فاضي تقزقز، انقحهم بمية سخنة وبتقشر لحالهم، بصير سهل التقشير. وكلهم بس ما يكونوش طبعا محمصين وكله ملح، لانه راح يضرك مش راح يفيدك. الشيء الثاني القرع نفسه، عارفين القرع الاصفر تبع المفتول، ممكن اقشره زي الشمام واكله زاكي جدا. ممكن اعصره مع اي نوع فاكهه عندك برضه كويس، اشرب عصير ممتاز جدا. والقرع من افضل النباتات لعلاج البروستاتا. كمان من العلاج الرائع جدا في النخيل، بيسموه النخيل الشنشاري او البلميط الشنشاري. هذا النخل عباره عن منظر يكون في الشوارع، وبيحتوي على ثمر صغير له جنو، يعني بلح، بس بيطلع ثمر بصير لونه اسود لما بقع. هذا ممكن نجيبه بنشفه وبنطحنه، طبعا هو طحنه صعب يعني بده ماكينه قويه، يعني نطحنه، بناخد البودره بننخلها وبناخد اللي هو البودره تبعتها، وبنجيب 30 جرام منها مع نص كيلو عسل وبنخلطها. فهي وممكن احط عليها اذا في عندي زيت، زيت البذر القرع او البذر او القرع العسلي، واحط عليها جنيه برضه صغيره 30 مللي هيك مع الخلطه، واخلطها واخد ملعقه صباحا ومساء. فوائد رائعه جدا. ايضا من الوصفات زيت السمسم، اتناول ملعقه من زيت السمسم ممتاز جدا، او زيت الكتان بيقول عنه الزيت الحار برضه ممتاز جدا للبروستاتا. ايضا في علاج التهاب البروستاتا الزنجبيل، شرب الزنجبيل والقرفة من المشروبات الرائعة لعلاج التهاب البروستاتا.